ارتفعت بمنطقة الظهر لحد ما خلصت 17 سطر، وكده بقت منطقة الظهر اهي بنفس الطول منطقة الجانب اللي قدام. تمام، دلوقتي هنقيس مع بعض بالمتر عشان نشوف كل جزء كام سنتي بالظبط. الجنب الأول طلع حوالي 15 سنتي. تمام، الجنب التاني 15 سنتي برضو، لازم يكون الجنبين قد بعض. ومنطقة الظهر اللي أنا اشتغلتها عاملة بالظبط حوالي 30 سنتي. تمام، المحيط كله تسعة وخمسين سنتي. فتحة الدراع من هنا حوالي 3 سنتي ونص، والناحية التانية طبعا لازم تبقى زيها 3 سنتي ونص. تمام، دلوقتي انا هجيب ابرة التنظيف المعدن وهلضم طرف الخيط عشان اخيط المنطقة دي، وابدأ اقفل الكتف، اخيط كده هنا واخيط هنا عشان اقفل منطقة الكتف. لضمت ابرة التنظيف في طرف الخيط اللي انا كنت سايباه، بس طبعا هقلب الشغل على الظهر بالشكل ده عشان الخياطة تبقى في الخلف ما تبقاش من قدام كده. وهبتدي اساوي الطرفين على بعض بالظبط، وطبعا اللي هيسهل لي وجود الغرزة البارزة هحطها فوق الغرزة البارزة بالظبط. الموضوع ده هيبقى سهل جدا بالنسبة لي. تمام، وهاجي انا هنا واقفة بالخيط هنا. تمام، هاجي انا هنا، هاجي ادخل في السلسلة المقابلة للمكان اللي انا واقفة فيه، اسحب الخيط اسحب الخيط كمان كويس. تمام، وبعد كده السلسلة اللي جنبها ادخل تحت حرف الفي كله، الدلعين بتوع السلسلة والسلسلة المقابلة ليها ادخل برضو تحت الدلعين، ادخل تحت حرف الفي. تمام، واضح كده، واسحب الخيط بتاعي. بعد كده الغرزة اللي جنبها والغرزة المقابلة، ادخل تحت الدلعين بتوع حرف الفي بالإبرة وشد الخيط. بعد كده الغرزة اللي جنبها والغرزة المقابلة، الغرزة اللي جنبها بدخل تحت الدلعين والغرزة المقابلة برضو بدخل تحت الدلعين بالشكل ده، واتنقل للغرزة اللي وراها، ادخل تحت الدلعين بتوع حرف الفي والمقابلة ليها برضو بنزل تحت الدلعين بتوع حرف الفي بشد. من جنبها والمقابلة بشتغل بنفس الطريقة لحد ما بخلص الكتف، وبعمل الكتف التاني بنفس الشكل. كل ده على ظهر الشغل مش على الوش. قفلت الكتف اهو، ودلوقتي هبدأ امسك الشغل وهبتدي اشتغل اعمدة
هنا في منطقة الرقبة، تمام، عشان ابتدي اسس السطر اللي انا هبتدي ابني عليه الزونت. هبدأ اوصل الخيط، ادخل كده من هنا، ابتدي ارتفع سلسلتين تمام، وفي نفس المكان هعمل غرزة عمود. باخد الخيط الزيادة طبعا تحت الشغل، تمام. انا طبعا هشتغل الزنط بنفس الغرزة دي اللي هي الغرزة البارزة والغرز اللي هي الأربع غرز العادية اللي بتبقى ما بينهم. فأنا طبعا هضطر إن أنا لما أقسم السطر من الأعمدة العادية أبقى دايما محافظة على إن أنا أمشي بالعدد بتاع الغرز، اللي هو بمشي 6 غرز وبعد كده بزود 4 في الآخر. هنا عندي 4 غرز، فأنا همشي فوق كل غرزة غرزة، ادي غرزة كده بقى عندي 2، ادي التالتة، وباخد الخيط تحت الشغل، بعمل سطر من الأعمدة العادية جدا. ادي 4، تمام. هاجي هنا عند البريد الأمامي وهعمل غرز عادية برضو، ادي 5، بدخل بقى ايه في السلسلة عادي، ما بدخلش من قدام عشان انا بقسم السطر بس من الأعمدة العادية. ادي 6، كده 6، واحد، 2، 3، 4، 5، 6. هبتدي اخد 6 كمان، واحد، 2، برضو هنا همشي فوق كل غرزة غرزة، 2، كده قابلني بقى مش سطور، مش غرز، قابلني سطور. هبتدي ان انا احافظ على نفس العدد بتاعي، هدخل هنا 3، 4، 5، تمام. ابتدي اعيد من تاني، ادي 1، ما بدخل في سطور، ما بدخلش في غرز دلوقتي، 2، في اماكن طبعا هيبقى صعب شوية الدخول فيها، بس ايه، بحاول ان انا ادخل برضو بالابرة عشان ملخبطش العدد، 3، أربعة، هبدأ ألف شغل، تمام، وأعمل هنا غرزة كده، ندي 5، ستة، تمام كده.
بقسم السطر بس من غرزة الأعمدة. أنا همشي 6 6 6 كده، وفي الآخر لحد ما أوصل لحد هنا الحبة التانية لحد الرقبة هكون مشيت 6 6 6 6، وفي الآخر خالص بزود ال4 غرز عشان أحافظ على ترتيب الغرزة بتاعتي. تمام، ادي 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 وهكذا. قسست لنفسي هنا سطر من الأعمدة العادية، وصلت لنهايته. تمام، السطر الجاي هبتدي ان انا امشي 4 غرز عادي، بعد كده غرزتين اماميتين، 4 غرز عادي وغرزتين اماميتين، وهكذا على حد ما اوصل. هبني بقى سطور فوق بعض فوق بعض فوق بعض لحد ما اوصل لطول الزونت اللي انا عايزاه، سطور رايح جاي ما فيهاش اي حاجه، لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه ونقفل الزونت مع بعض. فدلوقتي انا هرتفع سلسلتين من مكاني ده، هرتفع سلسلتين وهضير الشغل، بقيت انا كده بشتغل على الظهر. تمام، في نفس المكان هاخد غرزة عمود عادي كده، 1 بعديها غرزة عمود، دي التانية، التالتة، بمشي بنفس ترتيب الغرزة بتاعي، الرابعة غرزة عمود، تمام. طبعا انا هنا عشان في ظهر الشغل هاخد الخمسة تبقى بريد خلفي، 5 و6 اشتغلهم بريد خلفي عشان يبرزوا ناحية الأمام، ما يبقاش الزونت عكس الجاكيت. فأنا هنا هشتغل بديت بالبريد الخلفي، هذه الغرزة الستة بريد خلفية كمان، أنا في الأول أسست سطر أعمدة عادي وبدأت أشتغل عليه بريد أمامي وبريد خلفي عشان يطلع شغل معايا مظبوط. بعد كده 4 أعمدة عادي، دي غرزة البريد الخلفي هنا، أفوت الغرزة دي، بعد كده أبدأ في الأعمدة العادية، ما تلخبطش يعني وأدخل في نفس الغرزة مرتين، أعملها غرزة عادية وغرزة بريد خفيف في نفس الوقت. 2 3 4 بعد كده البريد الخلفي ادخل هنا،
بالشكل ده، بدأت تبان عندي وتمشي بنفس التسلسل بتاع الجاكيت. تمام كده انا عملت الاتنين البريد الخلفي، بعد كده همشي 4 غرز عادية، ادي غرزة ادي التانية التالتة الرابعة، بعد كده 2 بريد خلفي، 5 بريد خلفي، 6 كمان. تمام بعد كده هبدأ في الغرز العادية، 3 4، بعد كده البريد الخلفي. تمام وهكذا هكمل لنهاية السطر وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر واتبقى عندي اخر 4 غرز. تمام هدخل ادي 1، 4 غرز عادية طبعا، 2، 3 والرابعة هنا. أربعة هاخد 2 ارتفاع وهضير الشغل. تمام وهشتغل فوق كل غرزة عادية غرزة عادية، فوق كل بريد أمامي بريد أمامي، ادي 1، بفضل شغالة كده بالشكل ده سطور رايح جاي لحد ما اوصل لطول الزونت. ثلاثة ادي 4 كده، وخمسة بريد أمامي، وستة كمان بريد أمامي. بالشكل ده بعد كده 4 غرز عادي، 1 2 3 4، بعد كده البريد الأمامي، البريد الأمامي، بعد كده 4 غرز عادية وهمشي بنفس التسلسل وهمشي سطور رايح جاي. تمام لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه وهرجع تاني. ارتفعت بالسطور عشان اشكل الطاقية او الزونت بتاع الجاكيت. تمام ارتفعت السطور رايح جاي ما فيهاش اي حاجة لا تزايد ولا تناقص. تمام السطور دي ادت طول 29 سنتيمتر بداية من خط الكتف لحد نهاية الزونت، قطعة مستطيلة مفيهاش اي حاجة. دلوقتي انا على ضمت طرف الخيط في ابرة التنظيف وهبتدي اقفل الزونت. هاتني كده يبقى الغرزة الباردة من جوه، الخياطة هتبقى في الظهر طبعا. ابتدي اظبط الزونت على بعضه
طرف الخيط اهو، هبتدي ادخل في حرف الفي المقابل، بتحقفله بطريقة الخياطة العادية. كل غرزة ادخل في الغرزة المقابلة ليها تحت حرف الفي بالشكل ده، بتنقل على الغرزة اللي بعدها والغرزة المقابلة ليها، بنزل تحت حرف الفي وبخيط الغرزة اللي بعدها والغرزة المقابلة ليها، بنزل تحت حرف الفي وبخيط الغرزة اللي وراها والغرزة المقابلة ليها، برضو بنزل تحت حرف الفي وبخيط بنفس الطريقة اللي أنا قفلت فيها منطقة الكتف. بالشكل ده الغرزة اللي وراها الغرزة المقابلة، بنزل تحت حرف الفي وبخيط نهاية الخياطة، وده ناتج التقفيل. تمام، حجم الزنط طبعا بيكبر وبيتظبط لما بنمشي بسطور التقفيل داير الشغل. دلوقتي انا هوصل طرف الخيط هنا، تمام، في الجنب ده، عشان ابتدي اسس لنفسي سطر من غرزة العمود، تمشي داير الشغل كله عشان ابتدي اسس عليها غرزة الاستك اللي انا هقفل بيها الشغل. تمام، هدخل هنا في المكان ده، ابتدي اسحب الخيط، وهرتفع بسلسلتين. تمام، جنبها هاخد غرزة عمود، بالشكل ده، بعدها غرزة عمود، كده، وهفضل ماشية غرز عمود جنب بعض. في كل غرزة هنا غرزة عمود، ولما هتقابلني السطور برضو همشي فيها بغرز عمود. تمام، هعمل سطر من الأعمدة عشان أسس الغرزة الجديدة بتاعة التقفيل. مشيت اهو غرزة عمود فوق كل غرزة هنا، بعد كده جت هنا قابلتني السطور، بعمل ايه؟ باخد غرزة في أول السطر وغرزة في آخره بالشكل ده، غرزة هنا في أول السطر عشان بحيث ان الأعمدة متبقاش متلضمة في بعض، وده هيخلي الغرزة لما تطلع كبيرة كده على الجاكيت. فبسيب كده فراغات بسيطة ما بينهم، تبتدي تدخل الإبرة فيها وتطلع لما تعمل البريد الأمامي والبريد الخلفي، يبقى السطر مظبوط. بعمل غرزة في أول السطر وغرزة في آخره بالشكل ده، غرزة في أول السطر وغرزة في آخر السطر. احاول ان انا اظبط الفراغات، ما تبقاش الفراغات كبيرة وما تبقاش برضو الفراغات صغيرة كده بالشكل ده، تبقى الفراغات ما بينهم معقولة. هنا حسيت ان الفراغ كبير شوية، برجع بظبط كده، باخد الغرزة هنا بحيث ان الفراغ يكون مناسب، بتنقل للمكان اللي وراه اخد فيه غرزة عمود، بعدها غرزة عمود،
برضه تعمط بالشكل ده. هكمل بالشكل ده لحد نهاية السطر. وصلت لآخر غرزة عندي، وكده أسست سطر داير الشغل كله بغرزة العمود. تمام، هبدأ ارتفع سلسلتين وهقلب الشغل بالشكل ده. تمام، ادي اول عمود عندي، هلف لفة على الإبرة وهعمله بريد أمامي. تمام، واللي وراه بريد خلفي بالشكل ده. اللي بعده بريد أمامي عشان أسس البليسيه بتاعي. اللي بعده بريد خلفي. اللي وراه بريد أمامي. بياخد غرزة وغرزة، غرزة بريد أمامي واللي بعدها بريد خلفي. اللي وراها بريد أمامي. بفضل ماشية بالتسلسل ده لنهاية الشغل. بريد خلفي، بريد أمامي، وراها بريد خلفي، غرزة وغرزة. بعدها بريد أمامي، بعد كده بريد خلفي. عشان كده أنا كنت بسيب فراغات بسيطة بين الأعمدة عشان الإبرة تعدي ما بينهم بسهولة بالشكل ده، وتطلع الغرزة كمان شكلها مظبوط أهي. بالشكل ده انا بمشي بنفس التسلسل ده، غرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي، غرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي، لحد ما بوصل لحد نهاية الشغل، لحد نهاية الشغل خالص. السطر هنا الناحية التانية، بفضل ماشية بالطريقة دي، غرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي، وطبعا برتفع بالسطور بعمل منها كذا سطر لحد ما بوصل لطول التقفيل المناسب. دي بريد أمامي، اللي وراها بريد خلفي، اللي بعديها بريد أمامي، اللي وراها بريد خلفي، بعدها بريد أمامي، بعدها بريد خلفي، وهكذا. هكمل لنهاية السطر. أول سطر من غرزة الأستك. تمام، ارتفعت كمان بسلسلتين عشان أبدأ السطر الجديد. هبدأ أخد لفة على الإبرة، هيقابلني أول عمود بريد أمامي، هشتغله بريد أمامي بالشكل ده. اللي وراه هيبقى هيقابلني بريد خلفي، هعمله بريد خلفي برضو. بطلع من حلقتين في حلقتين. بعد كده هيقابلني بريد أمامي، هشتغله بريد أمامي
هيقابلني بريد خلفي، هشتغله بريد خلفي. كده هيمشي السطر التاني بالشكل ده، البريد الأمامي بعمله بريد أمامي، البريد الخلفي بعمله بريد خلفي، البريد الأمامي بيقابلني بعمله بريد أمامي، وهكذا. بيقابلني بريد خلفي بعمله بريد خلفي. هيقابلني بريد أمامي هعمله بريد أمامي. هيقابلني بريد خلفي هشتغله بريد خلفي، واحدة وواحدة، عشان تديني في الآخر شكل الأستك اللي هو ده، الشكل ده. هكمل لنهاية السطر وهرتفع عدد من السطور وهرجع عشان نشوف شكلها عامل ازاي مع بعض. وطبعا طول الأستك ده انتي اللي بتحدديه، يعني حباه رفيع اوكي، حباه عريض اوكي، حبة على دي بالزيادة برضو ما فيهاش اي مشكلة. انا بمشي بنفس الطريقة دي بطول الجاكيت كله، تمام. وطبعا باخد منطقة الزنطة او الطاقية معايا برضو، بقفلها عشان تدي شكل التدويرة دي اللي هي دي، تبتدي تاخد شكل مدور لانها كانت في الاول شكلها شبه مثلث شوية، تمام. هرتفع بعدد من السطور ونرجع نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي مع بعض. جبت هنا 5 سطور من غرزة البليسي او الاستيك، تمام. ده بقى شكلها عندي، وانا شايفة ان العرض ده كده مناسب بالنسبة لي لحجم الجاكيت، تمام. دلوقتي المفروض ان انا هقفل الكم هنا بنفس الطريقة اللي انا عملتها هنا عشان يبقى شكله مظبوط. فانا بقسس السطر من غرز الاعمدة وبمشي هنا سطرين بس من غرزة الاستيك، تمام. دلوقتي وانا في مكاني هنا على وش الشغل ببتدي اوصل الخيط من تحت الابط هنا عشان اسس لنفسي سطر من غرزة العمود داير منطقة الدراع دي علشان خاطر ابني عليها السطرين بتوع غرزة الاستيك. فانا بوصل الخيط من هنا وباخد الطرف الخيط تحت الشغل وبرتفع سلسلتين وببدأ اعمل في كل غرزة بتقابلني غرزة عمود بلف، عمود الغرزة اللي وراها غرزة عمود، وباخد طبعا طرف الخيط معايا وانا ماشية تحت الشغل عشان يديره. هنا غرزة عمود، وراها غرزة عمود، عمود عادية جدا. من غير لا تزايد ولا تناقص. هتقابلني هنا السطور، هبدأ برضو ادخل هنا هاخد غرزة عمود، واحاول ان انا ما اوسعش قوي الاماكن ما بين الاعمدة عشان خاطر الجزء ده ما يلمش، يعني الجزء ده ما يبقاش ضيق معايا يبقى مرتاح. بعملهم على مسافات مناسبة، بدخل هنا برضو باخد عمود، هنا باخد غرزة عمود، وهكذا. هنا بغرز العمود لحد ما وصلت للمكان اللي انا ارتفعت منه، تمام. هبتدي اقفل بغرزة منزلقة عشان اقفل بيها السطر في اول غرزة عمود عندي، تمام. انا بقى هنا مش هرتفع، انا هنا هبتدي الف الخيط على الابرة وهاخد اول عمود هنا هيقابلني هعمله بريد امامي. وهتبقى دي اول غرزة في السطر الجديد، تمام. فانا هعلمها بماركر، وبلف الخيط على الإبرة، تمام. والغرزة اللي بعديها بعملها بريد خلفي وبمشي بالتبادل بالشكل ده، واحدة بريد أمامي وواحدة بريد خلفي.
لو وراها بريد أمامي. واللي وراها بريد خلفي. اللي وراها بريد أمامي وهكذا. وهكذا بالشكل ده لحد ما اوصل تاني لمكان الماركر. لفيت هنا بالبريد الامامي والبريد الخلفي لحد ما وصلت لمكان الماركر. هبدأ اشيله. تمام. وهلف لفة على الابرة واخد الغرزة اللي كانت متعلمة بالماركر. الغرزة اصلا بريد امامي، هعملها بريد امامي. وابدأ اعلم الغرزة الجديدة اللي وراها بريد خلفي. بعملها بريد خلفي. واللي وراها بريد امامي. اشتغلها بريد امامي. اللي بعديها بريد خلفي. وهكذا. بمشي بالتدرج بالشكل ده. البريد الامامي بعمله بريد امامي، البريد الخلفي بعمله بريد خلفي، لحد ما بوصل لنهاية السطر هنا عند الماركر تاني. ببدأ اشيله وبقفل مكانه. بقيت لحد ما وصلت تاني لمكان الماركر. هبدأ اشيله وبدخل مكانه. تمام. باخد غرزة منزلقة وبعد كده غرزة تأمين، وبرفع الإبرة وبقص الخيط وببتدي أشد كده عشان أأمن على الشغل بتاعي. تمام. ويبقى أنا كده نهيت الشغل خالص. وببدأ أنظف الخيوط الزيادة بإبرة التنظيف. ده شكل الكم عندي أهو. طبعا بنضف الخيط الزيادة بإبرة التنظيف، وأي خيوط زيادة عندي في الجاكيت خلاص ببتدي أنضفها. بقى الشكل النهائي للجاكيت بعد ما قفلت ونضفت الخيوط الزايدة. الجاكيت يلبس من 3 لـ4 سنين. الغرزة بتصلح للأعمال الرجالي، غرزة مجسمة. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. لو عجبك الفيديو اعملي له لايك. لو اول مرة بتشوفيني وحابة تشتركي في القناة تقدري تدوسي على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة بالاحمر تحت الفيديو. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.